مساء الفل، اهلا بكم. الحلقه الثالثه في يوميات اسرته. اسرته دوله، والدوله لازم تيجي بكل ما هو جديد. الحلقه دي هعرفكم على الشياطين السمر، البلاك ديفلز او الشبيركي او الميني بلجيوم شيبرد. اهلا وسهلا بكم في كل ما هو جديد في يوميات اسرته. معانا النهارده كلب غريب الاطوار وغريب الشكل، كلب اسمه العلمي تشيبيركي، والتشيبيركي جايه من حارس المراكب. والكلاب دي بيطلق عليها برضو الماني بلجيوم شيبرد، نظرا لانها شكل الجيرمن شيبرد البلجيكي جدا، مع الاحتفاظ ببوز رفيع كده شبه الثعلب زي كده، وبيطلق عليها بلاك ديفلز. البلاك ديفلز لان الكلب ده ما بيقعدش ثانيه على بعضه. بصوا الكلب شكله كلب صغير، ده الحجم الادلت منه، والحجم الصغير. الكلب ده فيه حاجه غريبه، يا اما يطلع بديل يا اما يطلع من غير ديل. طبعا من غير ديل يعني ثلاث اضعاف الثمن، بس بشرط يبقى من غير ديل بشهاده، مش ان هو اتولد وقصينا ديله. بيعرفوها طبعا، وحكام كل حكام الاف سي اي بيعرفوا الفرق كويس جدا ما بين كلب دي كابت مقطوع ديله وكلب مولود من غير ديل. الكلاب الدكر الادلت والدكر ده طالع بديل، وانتهى لسه بابي صغيره من غير ديل. يعني شفنا الكلبه وهي بابي قد ايه، والكلب وهو ادلت قد ايه. الكلب ده مناسب جدا في تربيه البيوت، بالرغم من ان سلامه قوله من رب الرحيم كل البيت هيتكسر. ليه؟ مفيش كوبايه هتفضل في مكانها، مفيش حاجه هتفضل في مكانها. كلب عامل زي الشيطان، كل حاجه بيشوفها، كل حاجه بيدور فيها. كلب ذكي جدا، بيحب يستكشف كل حاجه، عايز يعرف كل حاجه عباره عن ايه، بيشم كل حاجه، بيستكشف كل حاجه، بيكسر كل حاجه. كلب ما بيقعدش 24 ساعه، 24 ساعه الكلب بيلعب. عنده نشاط عالي جدا، اللي بيربيه محتاج يطلقه، يبقى عنده مكان واسع زي كده الكلب يطلق فيه كل طاقته، لان الكلب شعله من النشاط. طب ايه الكلاب دي بيعملوا بيها ايه، وليه كانوا على المراكب، ويعني ايه حارس المراكب؟ الكلب ده اول ظهور ليه كان 1611، سنه 1611، والكلب ده كان بيربيه فقراء بلجيكا. الكلب ده كان تقريبا ببلاش، الكلب ده كان بيجري في الشوارع. الجماعه بتوع بلجيكا الفلاحين ابتدوا يربوه، لان اكتشفوا فيه سر خطير. الكلب ده بيحفر يحفر ويفضل ينزل لحد ما يجيب الفار، الفاره واولادها كل حاجه، وما ياكلهاش، يموتها ويسيبها مكانها كتهديد للفئران التانيه ان هو ما يجوش المكان ده. بعض المقولات، وما اعرفش صحه الكلام ده من عدمه، ان الكلب ده بيفرز في البول بتاعه ريحه جاذبه للفئران عشان يصطادها. كلب كان بيحرس المراكب من الفئران، كلب كان ليه دور كبير جدا في بلجيكا ايام الطاعون، ان هو كان من الاسباب الرئيسيه لعدم انتشار الطاعون في بلجيكا، نظرا ان هو ما كانش بيخلي الفئران تقعد. ليه اسرته جابت الكلب ده؟ احنا استوردنا الكلب ده، واستوردناه بكميات كبيره ذكوره ونتي من خطوط دم مختلفه، علشان طبعا احنا عارفين ان احنا مش هنلاقي كلاب تانية في مصر منه، علشان نعمل خلط في الدم، علشان ما يحصلش قفل الدم علينا، استوردنا ذكوره ونتي من خطوط دم مختلفه. الهدف ايه؟ الهدف ان احنا نعمل انترودكشن للكاستمر المصري، هل هو مناسب ليه ولا لا؟ هل حابينه ولا لا؟ هو كلب شبه البومرينيين، بس هو كلب حارس، هو جاردوج، ما تنسوش اسمه ايه؟
ميني بلجيوم شيبرد، يعني كلب شيبرد، كلب راعي، كلب بيحرص مكانه، كلب يغار جدا، ما بيقبلش الذكور البالغه في منطقه نفوذه. كلب صياد فئران بارع احسن من القطه. كلب بيصطاد فئران ممكن يصطاد 200 فار في ليله واحده. متخصص جدا ان هو يحفر خنادق، ينزل يجيب الام ويفضل واقف على راس الخندق يستنى الفئران الصغيره تطلع يبدا يصطاد فار فار. عايز الكلب الشبيكي ان هو اقصى ارتفاع ليه 35 سنتيمتر الكتف، كلب صغير في الحجم، لونج هير، ديله ملفوف ستريت توب لاين، طبعا البايتس العاديه السيزر بايت. كلب قمه في النشاط، في جدا في مزارع الكلاب ان هو يوقف عدوه التوكسوبلازما اللي بتيجي للكلاب عن طريق موجود الفئران. طبعا الفئران لما بتسيب اي اثر الكلب بيشمه بيسبب في التوكسوبلازما اللي بتعمل ليت ابورجن او اجهاض متاخر في الكلاب. كلاب شيبرد جميله، وان شاء الله الكلب ده هيعجبكم، وان شاء الله كل مصر هتربي الكلب ده. واللي حابب يجرب يشوف الكلاب دي شكلها عامل ازاي، حابب يتفرج عليها في المزرعه عندنا، يقدر يتواصل معانا على الرقم اللي باين جنبكم هنا. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا مع بريد جديد. وان شاء الله كل اسبوع بريد. والدلع يا رشيدي على وش الميه. وانتظرونا في الحلقه الجايه.